احنا في طور تحديث الانظمه الموجوده اللي عندنا اللي هو نظام البوابات الذكيه. سابقا اغلب المسافرين في المغادره ولا في القدوم يستخدمون جوازات السفر او بطائق الهويه. المرحله القادمه ان شاء الله تكون مجرد استخدام بصمه الوجه او بصمه العين باستخدام البوابه الذكيه بدون مرور الجواز او بطاقه الهويه على الجهاز. كون ان الشخص او المسافر يكون مسجل لابد ان يكون مسجل مسبق عندنا. طبعا احنا عندنا انظمه تحدد التذاكر، الحجوزات، الوجهه، التدقيق على المسافر، التدقيق المسبق وكان بغادر او سوى قادم الى دوله. طبعا بيوفر الوقت، احنا متوقعين من 5 إلى 8 ثواني استخدام البوابه الذكيه بدون استخدام الجواز او بطاقه الهويه. فاحنا ارتئينا ان نطور ونحدث بواباتنا الموجوده. احنا عندنا في حدود 121 بوابه على مستوى مطارات دبي، ان شاء الله تكون يعني انسيابي واضافه جديده للخدمه هاي للاداره العامه لقام شؤون الاجانب خاصه المناخ الجويه.